وما النصر إلا من عند الله. يا أخوان، بلا حزبية ولا عنصرية ولا تحيز، ثورة ليبيا، تونس، مصر، اليمن، ثورات مباركة لكنها صفحة وكفة، وما يحصل اليوم في سوريا كفة أخرى ومرحلة جديدة في هذه الأمة. يحصل اليوم في سوريا مرحلة، أولا هي معركة بقاء لهذه الأمة، إما أن نكون أو لا نكون، وبإذن الله سنكون أمة باقية. اثنين، ما بعد سوريا، وأذكركم بكلمات هذه، سيتغير أمر كثير في هذه الأمة. ما بعد انتصار سوريا وبعد قيام الأمة مرة أخرى في سوريا وعودة الأمة للنصر في سوريا، سيتغير أمر كثير خاصة في المنطقة عندنا، سيتغير ميزان القوى، وأمم بإذن الله عز وجل شرها سينكسر، ومشروع ضخم يريد لهذه الأمة شرا سيزول بإذن الله عز وجل. عشان كذي لما يقولون للناس إيش معنى سوريا، ما يفهمون أن سوريا ستغير تاريخ الأمة بإذن الله جل وعلا. من هدي النبوة، أحاديث الملاحم، ومرحلة جديدة تستعد لها الأمة الإسلامية وتتجلى في الثورة السورية. هذه مو قصص اليوم نشوفها بعيننا، اليوم نسمعها بآذاننا. شفتوا الجثث في سوريا يا أخوان؟ أن ما ترونه الآن بأعينكم وما تستمعون إليه الآن في وكالات الأنباء وعبر الفضائيات ونشرات الأخبار، قد تحدث عنه النبي المختار الذي لا ينطق عن الهوى. في آخر الزمان يكون جند بالعراق وجند بالشام وجند باليمن، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم: مع أي جند أكون؟ قال: عليك بالشام، عليك بالشام. فالملائكة باسطة أجنحتها، كل هذا بركة لهذه الأرض، إنها الشام التي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها: إن الإيمان إذا كثرت الفتن بالشام، إن الإيمان إذا كثرت الفتن بالشام. الشام اللي كنا نراها منطقة وبلاد عادية، حالها كحال كل بلاد المسلمين، بلاد عادية، اليوم شوف الثورة التي فيها، يربيهم الله عز وجل لأمر آخر. شوف كل شعاراتهم: مالنا غيرك يا الله، مالنا غيرك، والحديث رواه الإمام مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق. صلى الله على من لا ينطق عن الهوى. أين الأعماق هذه؟ بالأعماق أو بدابق. الأعماق أو دابق في حلب في سوريا. لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق، أو قال بدابق. دابق أرض هي شمال مدينة حلب، شمال سوريا. في الحديث أيضا في مسلم قال عليه الصلاة والسلام: لن تقوم الساعة حتى تنزل الروم بالأعماق، أو قال بدابق. لاحظ ما قال حتى تأتي، حتى تنزل، دليلهم يأتون من شمال. الأعماق ودابق في شمال سوريا. لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم. الروم من الروم؟ الروم أو بنو الأصفر، امتدادهم الآن في العصر الحديث الأوروبيون والأمريكيون، نسل بني الأصفر، أوروبا وأمريكا. فيما رواه مسلم: تصطلحون أنتم والروم صلحا تاما فتقاتلون عدوا من ورائكم. ويصل عهد بين المسلمين وبين الروم لقتال عدو من ورائهم. سؤال: من هذا العدو؟ الكل يجمع، ولتسمعها القنوات وسمعتها مرارا، كل
الدستوريين يجمعون أن من يقاتلنا بعض منهم يتكلمون باللغة الفارسية. إيران وراءها روسيا، الصين، ما يسمى بحزب الشيطان في لبنان، جيش المهدي، مقتدى الصدر، فيلق بدر، كل هذه الأمم تداعت على الأطفال والنساء. يا أمة الإسلام، إيران الآن تقاتل بكل صراحة بجنودها، بسلاحها، بخبراتها، بأذنابها في الخليج يقاتلوننا. قال: تتحالفون أنتم والنص أنتم والروم حلفا تاما، كن بينكم وبين الروم حلف. قال: فتغزون عدوا من ورائكم. أنتم والروم يكون بينكم حلف، يعني الأمريكان، البريطانيين، الأوروبيين، يكون بينكم حلف. فتغزون عدوا من ورائكم، قال فتنصرون. يبدأ المؤشر وتبدأ علامات الساعة الكبرى بالظهور، وكأن المسبحة قد انقطعت وبدأت الخرزات تتساقط. فيغدر الروم بعد النصر، يغدرون بالمسلمين كعادتهم، ينكثون العهد. قال: فإذا نصرتم، رفع رجل من الروم الصليب وقال: غلب الصليب. قال: فيثور إليه مسلم ويقول: كذبت، بل الله غلب. ثم يأخذ الصليب ويكسره، فيثور النصارى إلى المسلم فيقتلونه، ويثور المسلمون إلى من قتلوا صاحبهم فيقتلونهم. قال: فيتواعدون للملحمة، يتواعدون للحرب العظيمة. ملحمة من كثر ما يكون على الأرض من لحم تجري عليه الخيل والأرجل. قال عليه الصلاة والسلام: فتأتي الروم تحت 80 راية. تأتي الروم تحت 80 راية، إما 80 دولة، 80 كتيبة، تحت كل راية 12,000. فيلتقون، فيقول عليه الصلاة والسلام: إن الروم يجتمعون ويأتون وينزلون في أوائل، يعني البلاد العربية، في أوائل سوريا. يبدأون بقتال المسلمين وتبدأ الملحمة الكبرى. فيقتلهم المسلمون، رواه مسلم. لكن هذه المرة عزة المؤمنين وإيمانهم بربهم يجعلهم ينتصرون. قال: فيخرج عليهم جيش من المدينة. المقصود بالمدينة دمشق بإجماع الشراح، ليس المدينة النبوية. المدينة النبوية في ذلك الوقت تكون يعني خرابا كما جاء في الحديث، خلاص ما فيها أحد. قال: فيخرج عليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ. قال: فيلتقون. وهذا يعني إما ابتداء في الغوطة التي هي شرقي دمشق، وإما في دابق. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تسقاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة إلى جانب مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام. قال عليه الصلاة والسلام: يوم الملحمة الكبرى، يوم الملحمة الكبرى فسطاط المسلمين، يعني اجتماع المسلمين وقيامهم، فسطاط المسلمين في أرض يقال لها الغوطة، والغوطة هي الأرض التي فيها ريف وبساتين. قال: فسطاط المسلمين في أرض يقال لها الغوطة، فيها مدينة يقال لها دمشق، خير منازل المؤمنين يومئذ، رواه أبو داود. يخرج رجل من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اسمه كاسم النبي، واسم أبيه كاسم أبيه محمد بن عبد الله، فهو من أشراف الناس ومن كرام البشر، يصلحه الله عز وجل. فجأة وقد امتلأت الأرض جورا وظلما، يبايع هذا الرجل، يدفعه الناس دفعا ليبايع بين الركن والمقام عند الكعبة، يبايع المؤمنين على الجهاد في سبيل الله والقتال لنصرة هذا الدين. اللي يدلك أن المعركة عظيمة قوله: فيهزم ثلث، يفر من هل هم خيار أهل الأرض، يفر ثلث. قال: فيهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا. قال: ويقتل ثلث
هم خير الشهداء عند الله؟ قال: ويفتح الله على ثلث. حديث يرويه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وهو الحديث الأول في صحيح الجامع الصغير. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله لها أن تكون. تبقى النبوة فترة يقدرها الله سبحانه وتعالى، يقررها الله سبحانه وتعالى. تكون النبوة فيكم ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، وجاءت فترة الخلافة الراشدة، فتكون فيكم ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم يكون ملكا عاضا. الملك العاض، تعرفون الواحد لما يمسك بشيء فالجرة فيتمسك أكثر، فالجرة فيحاول أن يتمسك بأي شيء فيضع أسنانه في الخشب حتى ما يحد يجره. هذا الملك العاض، هذا تعريف الملك العاض. دولة أموية، دولة عباسية، دولة عثمانية، تظل قرون طويلة. شوفوا وصف النبي صلى الله عليه وسلم للمستقبل، ثم بعد الخلافة الراشدة ثم يكون ملكا عاضا، فيكون فيكم ما شاء الله له أن يكون، ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه. ماذا بعد الملك العاض؟ يقول صلى الله عليه وآله وسلم: ثم يكون ملكا جبريا. الجبر هو القوة، تعلمون الجبر القوة. إذن حكم يحكم بالقوة، يحكم بالأمن، يحكم بالعسكر، بالمباحث، بالمخابرات، رأيناها ونراها. ملكا جبريا، انقلابات عسكرية، أمن، معركة جمل، غيرها، هكذا عقول قليلة لكن يحكمون بالقوة. ثم يكون ملكا جبريا، فيكون فيكم ما شاء الله له أن يكون. يبقى هذا الملك الجبري يحكم الأمة بالجبر، بالجبروت يحكمها فترة، ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه. ثم تعود خلافة على منهاج النبوة، فنحن اليوم ننتظرها. أقسم بالله أنها قادمة، أقسم بالله، لكأني أنظر إليها بعيني الآن. وما يقع اليوم في بلاد الإسلام من تصفية ومن تضحيات ومن جهاد ومن اجتماع كلمة العلماء والمسلمين إلا تهيئة من ربنا جل وعلا للأمة لتكون أهلا لحمل الخلافة. أخيرا، إن كانت هذه الأحداث التي نعيشها اليوم هي التحضير الفعلي للملحمة الكبرى، فأنصح السوريين قبل غيرهم بالعودة إلى بلدهم الأم سوريا للمشاركة بهذا الشرف العظيم، لأن أهل مكة أدرى بشعابها، وشباب سوريا أولى بحمايتها. وأنصحكم بأن لا تكونوا من الثلث الفار الذين لا يتوب الله عليهم أبدا، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين.